أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يهد الله فهو المهتدي. ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا سيجزون ما كانوا
وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ إن هو إلا نذير مبين وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون ويذرهم في طغيانهم يعمهون ويذرهم في طغيانهم يعمهون
Sadaqallahul Azim.